أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي، عن مالك بن أنس بهذا الإسناد، وزاد: "لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم". حدثني اميه بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر انه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد اضاعه وكان قليل المال فاراد ان يشتريه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته، كمثل الكلب يعود في قيئه. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد، غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر. حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك حدثنا ابن ابي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم راها تباع فاراد ان يشتريها فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر حدثني ابراهيم بن موسى الرازي واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الاوزاعي عن ابي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله، وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي، قال: سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد نحوه، وحدثنيه حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب حدثنا يحيى وهو ابن ابي كثير حدثني عبد الرحمن بن عمرو ان محمد بن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الاسناد نحو حديثهم وحدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه". وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد مثله. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا المخزومي. حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت بني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال: أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت بني هذا غلاما فقال: أكل بنيك نحلت؟ قال: لا، قال: فاردده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة، حا، وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد، حا، وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، أما يونس ومعمر ففي حديثهما: أكل بنيك؟ وفي حديث الليث وابن عيينة: أكل ولدك؟ ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثنا النعمان بن بشير قال: وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي. قال: فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا، قال: فرده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له اخبرنا ابو الاحوص عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحه: لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان. عن الشعبي عن النعمان بن بشير حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا محمد بن بشر حدثنا ابو حيان التيمي عن الشعبي حدثني النعمان بن بشير ان امه بنت رواحه سألت اباه بعض الموهوبة من ماله لابنها فالتوى بها سنه ثم بدا له فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير.. الك ولد سوى هذا قال نعم فقال اكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني اذن فاني لا اشهد على جور حدثنا ابن نمير حدثني ابي حدثنا اسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الك بنون سواه قال نعم قال فكلهم اعطيت مثل هذا قال لا قال فلا اشهد على جور حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن عاصم الاحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابيه لا تشهدني على جور حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد اني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال اكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا، قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال: ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال بلى، قال فلا اذن. حدثنا احمد بن عثمان النوفلي، حدثنا ازهر، حدثنا ابن عون عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلى، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا، قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى، قال: فإني لا أشهد. قال ابن عون: فحدثت به محمدا فقال: إنما تحدثنا أنه قال: قاربوا بين أولادكم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قالت امرأة بشير: إن ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان ابنه فلان سالتني ان انحل ابنها غلامي وقالت اشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اله اخوه قال نعم قال افكلهم اعطيت مثل ما اعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا واني لا اشهد الا على حق حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمر له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن اعمر ولعقبه غير ان يحيى قال في اول حديثه ايما رجل اعمر عمرا فهي له ولعقبه. حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها، عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرة له ولعقبه. فقال قد اعطيتكها وعقبك ما بقي منكم احد فانها لمن اعطيها وانها لا ترجع الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر قال إنما العمر التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتي به حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمر له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا حجاج بن أبي عثمان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان حا وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله اخوه بنون للمعمره فقال ولد المعمره رجع الحائط الينا وقال بنو المعمر بل كان لابينا حياته وموته فاختصموا الى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة. عن عمرو عن سليمان بن يسار ان طارقا قضى بالعمره للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة ميراث لأهلها حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لاهلها او قال جائزه